لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم معانا دلوقتي في مركز مصر للمعارض الدوليه. هنحضر مع بعض معرض برنت توباك. ده المعرض الخاص بصناعه الورق والكرتون والورق الصحي وايضا كل مهمات التعبئه والتغليف. صناعات ضخمه جدا وفيها فرص واعده كبيره جدا. وزي ما عودنا حضراتكم في زياراتنا للمعارض احنا بنقابل جدعان هذه الصناعات وبنتعرف على التحديات اللي بتواجه كل صناعه. كمان بنقدم لحضراتكم فرص واعده في كل صناعه. خليكم معانا في حلقه هامه جدا من حلقات برنامج الجدعان من معرض الورق والكرتون برنت توباك. خليكم معنا. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان في معرض برنت توباك للورق والكرتون والتعبئة والتغليف والطباعة والورق الصحي بمشاركة 138 شركة مصرية و112 أجنبية حيث يقدمون أحدث تكنولوجيات التصنيع والخامات بهدف دعم المصانع في مصر والوطن العربي وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا. فريق الجدعان يكشف أحدث ماكينة في العالم لتكسير الكرتون حيث تتميز بإنتاجيتها العالية وسرعتها الفائقة وهي من تصنيع شركة كورية ويتم تصديرها لأوروبا وأمريكا وتظهر لأول مرة في مصر. فريق الجدعان يلتقي المحاسب سيد سعيد القناوي مؤسس مصانع MMK العملاقة للكرتون والذي نجح مع شريكه مرزوق منصور في ضخ استثمارات عملاقة في صناعة الكرتون والزراعة والتطوير العقاري وتصدير الحاصلات الزراعية. فريق الجدعان يكشف حكاية عبدالله رميح والدكتور أسامة النمر مؤسسي مصانع بلومباك لورق الكرتون وأسرار مصنعهما الجديد والذي تتجاوز استثماراته المليار جنيه وينتج الورق الدوبلكس كوتد الأبيض جرامات خفيفة لأول مرة في مصر. الآن تشاهدون فريق الجدعان يكشف أحدث ماكينة في العالم لتكسير الكرتون حيث تتميز بإنتاجيتها العالية وسرعتها الفائقة وهي من تصنيع شركة كورية ويتم تصديرها لأوروبا وأمريكا وتظهر لأول مرة في مصر. فريق الجدعان يلتقي المحاسب سيد سعيد القناوي مؤسس مصانع MMK العملاقة للكرتون والذي نجح مع شريكه مرزوق منصور في ضخ استثمارات عملاقة في صناعة الكرتون والزراعة والتطوير العقاري وتصدير الحاصلات الزراعية. دلوقتي حضراتكم في أضخم معرض في مصر وأفريقيا لصناعات الورق والكرتون والورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف وكمان الطباعة برنت توباك. هو باختصار ثلاث معارض تحت سقف واحد باك توباك والتشومي وبيبر، يعني معرض لخدمة جميع الصناعات والقطاعات. وطبعا هدفنا من الزيارة للمعرض اللي بتشارك فيه 138 شركة مصرية و112 شركة عالمية في أجنحة دولية إن حضراتكم تتعرفوا على حجم الصناعات دي في مصر وتحديد الفرص الواعدة في كل صناعة لأنها بتحقق عائد قوي على رأس المال وخطوط الإنتاج تتجاب منين وإزاي وإيه هي الصناعات المغذية المطلوبة لخدمة صناعات الورق والكرتون والورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف والطباعة.
وخلي بال حضراتكم، صناعة الورق والكرتون هي الأخطر على الإطلاق في مصر والعالم، لأن مفيش منتج مش محتاج كرتون في التعبئة والتغليف، وفي أوقات كتير بيكون هو السبب الرئيسي في بيع المنتج اللي جواه. تعالوا في البداية نقابل المهندس مصطفى صادق، رئيس مجلس إدارة صادق جروب للاستثمار الصناعي، واللي يعتبر الاستشاري الأول لإنشاء مصانع الورق والكرتون في مصر، ووكيل أكبر شركات العالم المتخصصة في تصميم خطوط إنتاج الورق والكرتون، وبجد هو بيقود ثورة في عالم صناعة الورق والكرتون في مصر. تعالوا نفهم من مصطفى صادق يعني إيه صناعة الورق والكرتون، وحجم الاستثمارات المطلوبة، والورق المطلوب تصنيعه، وأحدث الخطوط، والعائد على الاستثمار، واسترداد رأس المال بيكون في كام سنة. عندنا كده مصطلح دايما بنقول أنا وأنت، اديني أرض أديك مصنع بينتج ورق، صح كده؟ مظبوط. النهاردة في معرض الورق والكرتون بنقدم إيه؟ قطاع الورق والكرتون هو من أكبر قطاعات البلد اللي كلنا معتمدين عليها في حياتنا، قطاع دوائي، قطاع غذائي، مشترك معنا في كل استخداماتنا اليومية، في كل متطلباتنا واحتياجاتنا اليومية. صناعة كبيرة جدا، واعدة جدا، استثماراتها كبيرة، ولكن العائد بتاعها ليه مردود كبير جدا على كل الصناعات. عندنا قاعدة كده big investment big profit، واستثمار كبير لازم يكون العائد بتاعه كويس وكبير. صحيح. وإلا هتبقى الصناعة فاشلة. السنة دي أنا مش جاي أقول عن فكرة، ولكن جاي أقول لحضرتك انزل صور معانا بالفعل المصانع اللي نجحت، والأمثلة اللي نجحت بالفعل ما شاء الله. في مصنع شغاله في ديسمبر، في مصنع بالفعل تركيباته بنقفل في تركيبات حاليا دلوقتي، مصنع ده في الفيوم، مصنع العالمية لإعادة تدوير الورق، ما شاء الله يبقى حد من أكبر المصانع في إعادة تدوير، مش طاقة بس ولكن في جودة الورق اللي داخلة، هيقدر يعوضني كتير عن منتج ببقى مضطر إن أستورده من برة. ده المصنع ده خاص بالحاج عطا والحاج هاني، دول ما شاء الله يعني أصحاب المصنع. المصنع طبعا حجم استثماراته قد إيه وطاقته إيه ومنتجاته؟ حجم استثماراته تقريبا داخل في 5 مليون دولار، ما شاء الله، بعيد عن الـ عن الـ الأرض والإنشاءات يعني. طاقته داخل تقريبا في 120-150 طن في اليوم، مكنة دبل واير، خطين يعتبر تحضيرات مش خط واحد، بينتج تيسلاينر وبينتج فلوت مميز، فلوت معالج فاخر. ده اللي بيدخل في صناعة الكرتون، اللي بيدخل في صناعة الكرتون، اللي بينافس على ورقة التصدير، كرتونة التصدير من الخضار والموالح يعني. مصنع مختلف الصناعات، طبعا اجهزه كهربائيه، ادويه، اي حاجه هتتغلف في كرتونه نقدر نعملها في مصر. بالفعل الناس قعدت معانا شافت بس المارجن بروفيت ازاي، الريتيرن اوف انفستمنت، العائد بتاعه هيرجع عند نقطه كام بالظبط، انشاءات هم شافوا، احنا عايزين نشوف، قول لنا تفاصيل المصنع ده ازاي، بكام هينتج، ايه الراجل ده هيستعيد راس المال في قد ايه. الراجل ده يوم ما بدأ في 2020 في عز كورونا، بدأ ينفذ في 2021، ساعتها كان سعر طن الدش مختلف تماما عن سعر النهاردة. نقدر نقول بس المارجن بروفيت بتاعنا رايح لفين، تقريبا هامش الربح بتاعنا رايح لفين. سعر الدش النهاردة 6300، سعر البيع للتستلاينر حوالي 13800. حسبتها ازاي، انا عندي 1.3 نسبة الويست عندي في الدشت اللي احنا مش بنوصل لها اصلا الحمد لله، يعني بيشتغل على 1.2، ولكن 1.3 تقريبا من 6300، فانا عندي مادة خام بس حوالي 8150 تقريبا، بالاضافة اللي عندي كيماويات، نشا، مية، كهرباء، غاز، كل العمالة، كل ده ديبريشيشن، هتكلم حوالي في مارجن 3000-3500، وهحط كمان 500 جنيه سيف للعميل للمستثمر، فاحنا بنتكلم في حوالي 12000 جنيه، 12000 من 13800، فانا عندي 1800 تقريبا، لو حسبنا على 150 طن في اليوم حوالي 225000 جنيه في اليوم، ده النبرف بتاعنا صافي ربح، في 330 يوم هيوصل حوالي 74 مليون تقريبا مصري. نقطه مهمه قوي، وانت بتحسب دراستك احسب على الباكج كله على بعضيه، مش على سعر المعدات بس. سعر المعدات بس انا اقل من سنتين رجعت تمن معداتي، ولكن مع الاستثمارات اللي حضرتك عاملها في الانشاءات وتمن الارض، فانت ممكن تحتاج حوالي 3 سنين. انا عايز الناس تفهم المصنع ده اهميته ايه، ده هو بيتعمل في انشاص. بالفعل المصنع ده استثماراته النهارده معديه 13 مليون دولار تقريبا، هيوصل ل 15 مليون دولار. وعندنا كمان فكر جديد هيوفر لنا كتير قوي في مصر، بدل ما نستورد من الخارج. ايه الموضوع؟
وازاي البنوك امنت بهذا الفكر. تمام. ودعمته هو فكره مش اكتر من كده. دي حاجه جديده مسيطر عليها السوق الاوروبي ومش موجوده غير في اوروبا، واوروبا منفرده بالنوع من الصناعه ده. السر في ايه؟ الورق علشان يكون ابيض باللون ده تقريبا لازم يكون الياف بيضة. الالياف البيضة دي بتيجي من الشجر. انا امسك انا بعد اذنك. اوكي. الالياف البيضة دي بتيجي من الشجر وبتتبيض علشان تطلع كده. اوروبا بيبقى حساسين شويه تجاه البيئه، فبداوا يفكروا ازاي احافظ على الاشجار ما اقدرش استهلكها كلها، واطل واستخرج ماده ابيض اقدر استخدمها في الورق عندي تعوضني عن الابيض اللي بيجي من الاشجار. ده بدأ يدرسوا ماده كالسيوم كربونات، دي حجاره طالعه من بطن الارض عادي. بالمناسبه التربه المصريه خصبه جدا بالنوع من انواع الكالسيوم كربونات بيستخدم في الصناعه بتاعتنا اللي بنبني بيه وبنعمل بيه اسوار. بالظبط. بتعمل عليه بعض التريتمنت علشان يدخل في الصناعه عندنا. ما اقدرش اقول ان هستخدم كالسيوم كربونات 100% 100% من مصر، ولكن نسبه كبيره قوي هيبقى من مصر هنا. انت عندك هنا في مصر بعض المصانع بتعمله ليكويد، خلي بالك. هو بالفعل في شركات هنا بتاخد الستون ده الحجاره دي بتطحنها وبتحط عليها مواد كيماويه بتاعتها. أيوة. بيتعمل باودر وبيتعمل ليكويد. هو ده اللي انا هستخدمه في الصناعه عندنا. الاستاذ عبد الله بلوم باك بيشتغلوا بالفعل. النهارده بلوم باك بيضيف كمان جزء معانا اوروبي في الخط. بقى الخط عباره عن شراكه صينيه اوروبيه، وده الخط الفريد من نوعه مش في مصر، في الشرق الاوسط. احنا بنجيب البني وبعدين نعمل طلاء بالماده اللي هي البيضه دي، فتحول الورق يبقى ابيض من فوق ومن تحت، وفي النص يبقى بني، صح كده؟ هقدر اعمله ابيض. التخانه بتاعته قد ايه؟ هقدر اعمله ابيض بس من جنب واحد او من الجنبين. ايوه. وهيبقى في الاخر ابيض اقدر استخدمه في دواء، في غذاء. غذاء والكيماويات اللي هتترش 100% غذائي 100%. إيه انت نفس؟ بتغير وجه على فكره صناعه الورق، خلي بالك، لان انت مش هتعتمد على لب الشجر كده. مظبوط. هو نفس الكيماويات دي هي اللي بستخدمها وانا بعتمد على لب الورق. اه يعني كده كده بستخدم كيماويات. انا كده كده بستخدمها في الغذائي النهارده، كل ورق النهارده بستخدمه بالفعل، ولكن التكنولوجي والنوها وهنا ازاي اقدر استخدمها وزود فيرجن من غير من غير من غير فايبرز اصلا، من وزود فايبرز ازاي اعمل ده. القصه في ايه؟ ان هجيب ورقه حوالي 120 130 جرام، هديها حوالي 20 30 جي اس ام جرام ابيض، هيبقى حوالي وزنها 150 160 جرام. دي اغلى من الورقه ال 300 جرام العاديه اللي بتطلع من الابيض. بيستخدم في صناعه الكرتون المضلع، في بليفل معين من الكرتون المضلع. طبعا المارجن بروفيت ربنا يكرمهم، هم ناس خدت ريسك فتستاهل ان ربنا يكرمها. وبالمناسبه البنك الاهلي خد معاه ريسك كبير، فعلشان يقدر يرجع استثماراته استثمار هيوج حوالي 15 مليون دولار، ربنا يكرمهم يا رب. الناس دي لما ترجع استثماراتها الناس دي عانت. الناس خلال دي الناس شغاله معايا سنتين معاناه. خلال قد ايه ممكن الاستثمارات دي ترجع على الاقل تمن المعدات زي ما حسبناها في مصنع الفيوم؟ ارجو ان بلوم باك ما يسمعش اللي هقوله ده. وان شاء الله باذن الله، متوقع ان شاء الله في خلال سنتين باذن الله، ثلاث سنين اقصى هيسمع. هيسمع ثلاث سنين ان شاء الله نكون رجعنا لمعدلات تاني ان شاء الله باذن الله. اول شحنه وصلت، يعتبر ثلث المشروع. تاني شحنه في المينا دلوقتي بنفرج عنها ان شاء الله، اللي يعتبر الثلث الثاني من المشروع. الجزء الاخير جزء جاي من الصين وجزء جاي من اوروبا. ويبقى كده البروجكت بتاعنا تم. متوقع ان شاء الله السنه الجايه نكون خلاص قفلنا البروجكت. اتمنى من ربنا نبدا الانتاج ان شاء الله اللي هو ربع الثالث من السنه الجايه ان شاء الله، يبدا يكون عندنا بندور خط، يبدا يكون عندنا ورق ان شاء الله. المصانع دي بقى نحميها ازاي؟ اوقف استيراد الورق من الخارج؟ هل الورق اللي بننتجه النهارده في مصر يغطي احتياجات السوق؟ طب قول لي. لسه قدامنا سنين عشان نقدر نوصل لاحتياجات السوق. ده رقم واحد. رقم اتنين للدرجات دي في طلب جدا. يعني احنا بنوفر احتياجات السوق بنسبة كام بعد بلوم ما يشتغل؟ لا انت لسه عندك فجوة، لسه عندك فجوة. بلوم عنده فيز 2. الفيز 2 بلوم هو انشاص. انشاص. ولكن انت تقدر تحميه انك توفر له، تعمل له يعني توفر له في الكهرباء، تساعده في ورقياته لو هيصدر، الاستثمار يساعده. الناس بتواجه مشاكل جامده على خاماته ومعداته عشان طبعاً ينجز. بيواجه مشكله في دخول المكن من الجمارك، كان عنده مشكله في تحويل الفلوس عشان يقدر يجيب المعدات بتاعته. يروح البنك مش عارف يدبر. فالبنك فرصه كبيره جدا يقدر يساعده. البنك الاهلي ساعده في شحنه، الشحنه الثانيه البنك ما قدرش يساعده. ارجو البنك يتدخل يقدر يساعده. هيئه الاستثمار تساعده في ورقياته، في التراخيص بتاعته لما يجي يصدر. الدوله وهيئه الاستثمار والهيئه الرقابه على الصادرات تساعده في انه يصدر. ده اكبر عميل انت المفروض تقف جنبه وتعمل له سبورت. طبعا.
فضلا عن كمية العمالة اللي هتشتغل عنده، كمية الأيدي العاملة اللي هتشتغل، وكمية البيوت اللي هتتفتح بالبلد. مصنع الفيوم كم عامل ومصنع انشاس كم عامل؟ مصنع الفيوم هيدخل حوالي 200 عامل ومصنع انشاس بالثلاث شيفتس بتاعته نفس القصة، إن لم يكن أكتر من كده وصل 300 عامل. الميزة في مشروع الفيوم، المشروع الفيوم الحاج عطا، الحاج هاني، الحاج رجب، الناس دي مش بتوع صناعة ورق، الناس دي من أكبر الناس في المقاولات واخدين مشاريع تقيلة في العاصمة الإدارية. الحاج عطا من الناس اللي بتؤمن إنها تشغل الأيدي العاملة اللي حواليها كتير، هو عايز يشغل كل اللي موجودين في القرية عنده. هو يوم ما جينا تعاقدنا على مشروع قال لي ده مش مشروعي، ده مشروع القرية. أشكرك، مشتاق جدا أروح للخيمة عشان الماكينة اللي هناك دي فريدة من نوعها برضو إن شاء الله. وكورية إن شاء الله، إحنا بنجيب يا أوروبا يا الصين إن شاء الله. يلا بينا. خلي بال حضراتكم، المهندس مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة صادق جروب للاستثمار الصناعي نجح في توريد أحدث خطوط إنتاج في العالم لتكسير الكرتون، يعني تفصيله بالمعنى الدارج، عشان ياخد شكل العبوة اللي محتاجها صاحب أي منتج. وبالمناسبة خط الإنتاج صناعة كوري، ونجحت الشركة المالكة لحقوق تصنيعه إنها تصدره لكل دول العالم وخصوصا ألمانيا وفرنسا. وخلي بال حضراتكم، وإحنا موجودين اشترته شركة MMK المصرية لتصنيع الكرتون، وهي واحدة من أكبر الشركات المصرية. إيه الوحش ده؟ السنة دي الحمد لله كوري. كوري ليه؟ نزل السوق بتاعنا مؤخرا كذا مكنة ميدين تشاينا، صناعة صينية، وللأسف حصل فيها مشاكل كتير جدا. يعني بعض الشركات نزلت، وكلاء لشركات من الصين نزلت مكان من الصين، حصل فيه مشاكل كبيرة. بعض في مكان تكسير الكرتون، في بعض الأكسات اتكسرت، مشاكل كتير حصلت فيها. فتوجهنا للمنتج الكوري، درسناه، قعدنا في دراسته حوالي سنتين على ما وصلنا خلاص هي الشركة دي. فالحمد رب العالمين وصلنا لشركة EK، شركة صناعة كورية 100%، إلا جزئين مش من كوريا، جزء من اليابان، وده أخطر وأكتر جزء حساس في المكنة من اليابان، وجزء التاني من ألمانيا. خلينا نفهم الناس يعني تكسير فرخ الكرتون. أيوة. بيجي لخمس طبقات او ثلاث طبقات او لسبع طبقات فلات مستطيل، دي بعد الطبقات بتفصل وبتقطعه، بتخلي شكله ينفع يتقفل صندوق زي كده في المحطه، يعمل صندوق او كرتون. بالظبط، محطه الموالح، محطه مثلا البرتقال، الفاكهه، الخضار، يقدر يفصلها كرتونه مثلا المياه الغازيه، العلب الكرتون بتاع المياه الغازيه وخلافه. دي بتقطع لي الكرتون بالشكل اللي انا عايزه. كبستها 400 طن، سرعتها بتوصل 6000 في الساعة، ودي سرعة من أعلى السرعات الموجودة في مجال التكسير في مجال الكرتون. 6000 فرخ في الساعة. المقاس بتاعها كبير، 1.70 متر × 20 متر، في مقاس أكبر منه 2.10 متر أكبر. ليه بقى شركة EK بالأخص؟ علشان حاجتين، الريفرنس اللي هي حجم مبيعاتها في الدول التانية على مستوى العالم بعيد عن كوريا، والمكونات بتاعت المكنة. هتكلم الأول عن مكونات المكنة. المكونات المكنة عبارة عن كوريا الأساس ودولتين تانيين، اليابان وألمانيا. اللي من اليابان المكنة دي فيها حركتين أساسيين. حركة رقم واحد، الفرخ وهو ماشي في خرخ الكرتون ماشي كده بشكل أفقي، وجزء المكبس اللي هو الجزء الكاتنج ستيشن ده بيتحرك بصفة رأسية. لو اللي بيربط الحركتين مع بعض جزء اسمه الاندكسر. الاندكسر ده ميدن جابان. الجزء التاني عندي كهرباء ألماني سيمنز. فدول الحاجتين اللي من ألمانيا ومن اليابان، خلاف كده المكنة كلها من كوريا. قطع غيارها، الدعم الفني بتاعها، طمني. عندنا جزء مستهلكات، ده بيبقى موجود عندنا ستوك بالفعل، وعند العميل ما فيش مشكلة فيه خالص. المكنة كاستمر فريندلي قوي، اللي هي حاجة بسيطة جدا للعميل يتعامل معاها بمنتهى البساطة. مكنة ما فيهاش حاجة معقدة. طقم صيانة عندنا طبعا 24 ساعة. عندنا بعض العملاء بيحتاجوا منا دعم تدخل بالليل في الشيفت بتاع بالليل، موجودين طقم صيانة عندنا ما فيش مشكلة خالص. فدي كلها قطع غيارها موجودة. قطع غيارها موجودة، ما عندناش اي مشكلة فيها خالص. بالمناسبة انا عندي تدخل عبر الانترنت من الشركه في كوريا، يعني وانا واقف جنب المكنه بعمل هوت سبوت من موبايلي على المكنه بره في كوريا، بيشوف المكنه اي مشكله في البروم معايا لحظه بلحظه 24 ساعه، ما عنديش اي مشكله خالص في ده. طاقات مختلفه ولا دي الطاقه الوحيده الموجوده؟ مقاسات مختلفه. مقاسات مختلفه. عندي لحد 2 متر و10 2 متر و20 مقاس كبير لغايه الفرخ 2 متر و20 ده مقاس كبير جدا. الثلاجه بقى يعمل كازوز الثلاجه. بالظبط بالفعل. تعالوا بقى نقابل وحش حقيقي في صناعه الكرتون، المحاسب سيد السعيد عوض القناوي رئيس شركه
MMK للكرتون، وهو وحش لأن قلبه حديد. هو وشريكه مرزوق منصور في الاستثمار، سواء في صناعة الكرتون أو تصدير الحصلات الزراعية أو زراعة نخيل المجدول أو حتى في الاستثمار العقاري. هم أصحاب مشروع ريفان في العاصمة الإدارية، سكني فندقي. ركزوا معاه. بنخطط إن احنا نبقى من أكبر المجموعات في مصر والشرق الأوسط لصناعة الكرتون. نعم كده التعريف مظبوط. لا أنا عايز أتعرف على حضرتك شخصيا، حضرتك مفاجأة كبيرة جدا. قصة نجاحنا اللي بدأت يمكن من 30 سنة أو 28 سنة في المملكة العربية السعودية. أنا متخرج من جامعة المنصورة سنة 97، معايا ماجستير في الإدارة المالية والجودة الشاملة 2008 من جامعة عين شمس. سافرت السعودية 98، هناك قابلت المهندس مرزوق منصور مدير عام الشركة. ده الشريك حضرتك لغاية النهاردة؟ آه المهندس مرزوق اللي هو شريكي في MMK وفي بالم إيجيب. تمام. اشتغلنا في المقاولات، عملنا مصنع للأخشاب عشان يخدم على القطاع المقاولات. ده في السعودية ولا في مصر؟ السعودية. في السعودية. وعندنا مصنع للإزاز وعندنا مصنع للألمونيا، وبالتالي كان عندنا اكتسبنا الخبرة على مدى هذه السنين الطويلة ان احنا ازاي ندير المصانع وازاي نحاول نطلع الجودة المطلوبة للقطاعات المختلفة. وفي 2015 بدأنا نفكر ان احنا نرجع مصر باربع قطاعات مختلفة للاستثمار. بدأنا بـ MMK للكرتون. كان في قطاعات البلد بتعتمد فيها على كمية كبيرة جدا من الاستيراد من الكرتون من الخارج، المصدرين الكبار كان عندهم مشكلة في الجودة، وكان في جزء كبير من المنتجات بتاعتهم بيضطروا يستوردوا الكرتون بتاعهم من برا مصر. فإحنا اشتغلنا على الجزئية دي ودرسنا وجبنا أحدث تكنولوجيا واستقطبنا المكن من كل مكان في العالم، واخترنا المواد الخام أميز حاجة في كل دولة في العالم بالنسبة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وبفضل الله تمكننا من تصنيع منتجات عالية في الجودة ومنافسة في الأسعار وبفترة ائتمان مطلوبة وديليفري تايم في الوقت المناسب. إحنا بفضل الله أكبر 40 شركة موجودين في مصر في قطاع التصدير بيشتغلوا مع MMK. ما شاء الله. بفضل الله. ده من خلال موالح بس ولا أي كرتون لأي منتج؟ جميع المنتجات، الموالح والعنب البطاطا مانجا كله، كل المنتجات وعلى جميع المواسم. تمام. وعندنا خطة استراتيجية في الفترة القادمة بإذن الله، في خلال الخمس سنوات القادمة هتشوفوا MMK من أكبر الشركات الموجودة في مصر والشرق الأوسط. صنع الورق بالتأكيد. عندنا خطة لإنشاء مصنع لإنتاج الورق. هذا أول مشروع. الأول. الثاني الثاني عندنا شركة بالم إيجيب، وده مصنع لتعبئة وفرز وتعبئة الطمور. مش ده اللي في السادات اللي كان تعرض لمشكلة من سنة أو اتنين؟ آه. عادتوا هيكلته من جديد؟ من الأول وبقى أفضل من مكان. ما شاء الله. وبطاقة تخزينية بفضل الله تفوق 10,000 طن من التجميد والفريش. وعندنا خطة إن شاء الله نشتغل مع بداية الموسم الجديد في فرز وتعبئة البرتقال. وعندنا المجدول اللي احنا متخصصين فيه ومتميزين فيه. وعندنا السوق بتاعنا. وعندنا الأسواق عليك المملكة العربية السعودية. بالتأكيد. صح ولا لا؟ مظبوط. بس مش محتاجين بقى لو احنا نصدر للمملكة دايركت على طول مكان للتلاجات. عندنا الأصول بتاعتنا في المملكة العربية السعودية. عندنا أماكن مجهزة إن إحنا نعمل فيها تلاجات لاستقبال المنتجات الخاصة بينا علشان ما نكونش مضطرين نبيع وقت ما يكون الأسعار نازلة. يعني تبع مجموعتكم. بالتأكيد. الثالث، المشروع الثالث إيه؟ الثالث إحنا عندنا إحنا استثمار عقاري في العاصمة الإدارية، ونمتلك كومباوند ريفان في الآر 7، تصميم عصري ديزاين مختلف تماما عن الحاجه او البراندات الموجوده في السوق. مش ده وحدات فندقيه؟ انا فاكر دي وحدات فندقيه جاهزه مكيفه على اعلى مستوى في اعلى ربوه في العاصمه الاداريه. طب نقلنا بقى خبرات 28 سنه في المملكه في شغل مقاولات. الخبرات اللي موجوده عند المدير العام المهندس مرزوق منصور من سنة 1981 خرجت في هذا المشروع، لانه هو باكورة او اول مشروع للاستثمار العقاري لهذه المجموعة في مصر. نسبة المبيعات عاملة ازاي؟ وصلنا لكم نسبة التنفيذ؟ نسبة التنفيذ احنا تعدينا 30%، والحمد لله احنا ده المعدل الزمن المزبوط مع احنا سابقين الجدول الزمني. احنا سابقين الجدول الزمني ومش مرتبطين بحجم البيع، لان احنا عاوزين نخلص عشان الطفرات الموجودة في الاسعار عشان نكون قادرين على التسليم في الموعد المناسب. المشروع الرابع هي مزرعة بالم إيجيب
في منطقة الواحات هي 2000 فدان مزروعة مجدول. بالفعل تم زراعة 60,000 نخلة موجودين جاهزين وشغالين وفي الإنتاج، بينتجوا بقالهم 3 سنوات ما شاء الله، وجاري زراعة باقي الأرض. تعالوا بقى نقابل الكيميائي أحمد عبد الله، مدير مصنع MMK للتجارة والصناعة المنتجة لأجود أنواع العبوات الكرتون، وخاصة لتصدير الحاصلات الزراعية، وهيشرح مميزات خط الإنتاج الكوري الجديد لتكسير الكرتون. النهاردة عندنا مكان كوري دخل مصر لأول مرة. تمام. المكان ده موجود في أوروبا، موجود في ألمانيا، موجود في فرنسا. تمام. معنى كده أنه أكيد إضافة كبيرة لنا هنا في قطاع الكرتون. أكيد. بيمثل حركة، بيمثل إضافة إنتاجية في حدود 1000 طن في الشهر إن شاء الله. إحنا المفروض عندنا مكانتين تكسير برضو، بس مدير ماركة تانية إيترنا، ودي إن شاء الله التالتة، عشان إحنا بصدد توسع في الطاقة الإنتاجية من 4.5 إن شاء الله نوصل 6. 4500 طن شهرياً. شهرياً، فعايزين نوصل إن شاء الله لستة. إحنا اشترينا أو أنشأنا مصنع تاني M2 في خط كرتون برضو. احنا عندنا M1 و M2 حاليا. لبقنا دي ما تحكي لنا الحكايه بقى، نرجع شويه لورا. سنه 2018 يعني بدايه ستارت تشغيل شهر 12 2018. احنا كان عندنا دايما مشاكل في الكرتون، خليني اقول لك بصراحه. تمام. كان دايما وخصوصا مصدرين الحاصلات الزراعيه بيخافوا من الكرتون المصري. تمام. احنا طورنا الصناعه دي ازاي؟ احنا يعني اشتغلنا على السوق، درسناه كويس، شفنا ايه متطلبات العميل واحتياجاته، ايه المشاكل اللي كان بتقابله. فطبعا كان يهمه في المقام الاول كواليتي عالي، وكرتونه تستحمل معاه تبريد او تجميد لمده مثلا 3 شهور، لانه بيصدر روسيا، بيصدر هولندا، كل الدول الاوروبيه. فهو تصدير بصوره غير مباشره لينا احنا، عشان الرصه ما تنهارش، عشان ما يحصلش انهيار للكرتونه. واحنا الحمد لله مستمرين في السوق بقالنا 5 سنين، ما جاتلناش اي شكوى ولا انهارت كرتونه الحمد لله. الشركات اللي معانا ايه؟ لا، اللي بتصدر بالكرتون بتاعنا؟ لا، شركات بتوع قطاع موالح، شركات زي البنا، الجبالي، جليله كده يعني. دي اكبر شركات في مصر. اكبر شركات في مصر. طيب احنا النهارده بنصمم الكرتون المفتوح والمقفول. تمام. من خلال دي او تمام. وكمان الخطين اللي عندنا هناك. تمام. صح كده. احنا عندنا 6.5 مليون طن حصلات زراعية بنصدرها، يعني سوق كبير جدا جدا. أسواق إيه تاني ممكن نشتغل عليها أو منتجات إيه تاني؟ كل القطاعات الغذائية والسناكس والزيوت والمية، الأجهزة، أي كرتونة ما طالما تقال عليها كرتونة، مهما كان حجمها، سنجل، مهما كان حجمها، سواء سنجل وول أو دبل وول. سنجل وول هو بيتكون يعني من 3 طبقات 3 لاير، الدبل وول بيبقى 5 لاير، يعني 3 ورقات كرتون بنلزقهم في بعض ونبدأ نفصل. بالزبط. أو 5 ورقات ونبدأ نفصل. تمام. عشان الناس تفهم. تمام. فاحنا عملنا اضافه للمكنه ديت من شركه صادق جروب، يعني عشان ان شاء الله بنستهدف 1000 طن كمان زياده، لان الشغل المفتوح دوت زاد بالنسبه كبيره لينا عندنا، يعني اكتر من الشغل الصناعي. من المكن التاني عندنا 4 مكنات تانيين طباعه وتفصيل ودبوس ولزق وكده، فعشان الناس ناخد على الاقل 3000 شهريا، 3000 طن اللي هو الشغل المفتوح اللي بنسموه اوبن توب او تريات. مين اللي بيبدا التفصيل او مين اللي بيدي الفكره؟ هو صاحب المنتج ولا حضرتك بيجي لك بالمنتج ده ويقول لك لو سمحت عايز كرتونه ليه كده او كده؟ يعني هو ممكن يجيب فايل بتاعه واحنا بنشتغل عليه، وممكن هو بيجي ياخد تصميم مننا بنعرض عليه تصميم. حضرتك تشوف المنتج ترفع مقاساته. بالظبط. شركه كبيره مثلا زي تشيبا او ميديا هي بتدينا الديزاينات بتاعتها بالابعاد بتاعتها، بنعمل له عينه سامبل على البلوتر اوتوماتيك، بيدينا الاوكي. تمام. بنبدا ننفذ الفورم وبنبدا نشتغل له. انا احميك ازاي؟ هل اطلع قرار بمنع استيراد الكرتون ولا غصب عني لازم نستورد عشان في خامات مش عندنا؟ لا، كل او في منتجات مش عندنا. لا، كل الخامات عندنا وكل المنتجات عندنا. يعني حضرتك النهارده تقدر تعمل كرتونه تقعد 3 شهور في البحر وتستحمل التبريد والميه وتستحمل الهدف بتاع النقل. بالفعل احنا كMMK بس بقالنا 5 سنين كده، يعني انما على مدار 35 سنه احنا السوق المصري شغال كده. هو في شركات عالميه بتستورد منتجات مصريه بتشترك كرتونه معينه؟ يعني تقول له انا عايز الكرتونه بتاعتي اللي هيتعبى فيها المنتج ده، خصوصا لو غذائي، من شركه كذا في تركيا او شركه كذا مثلا في المانيا؟ لا لا لا، مفيش كلام. مفيش الكلام ده. طب احنا بنعتمد الكرتون بتاعنا ده بره؟ طبعا. ما هو كل كرتونه ده بيتصدر عن طريق الوسيط اللي هو بيعبي الموالح او الخضروات. اذا كان بيعملوا اختبار للكرتون ده بره؟ طبعا. واخدين شهادات ايه في المصنع؟ كل الشهادات، الايزو، الهسب، كل الشهادات واخدينها. تشاهدون بعد الفاصل
فريق الجدعان يكشف حكاية عبدالله رميح والدكتور أسامة النمر مؤسسي مصانع بلومباك لورق الكرتون وأسرار مصنعهما الجديد والذي تتجاوز استثماراته المليار جنيه، وينتج الورق الدوبلكس كوتد الأبيض جرامات خفيفة لأول مرة في مصر. الآن تشاهدون فريق الجدعان يكشف حكاية عبدالله رميح والدكتور أسامة النمر مؤسسي مصانع بلومباك لورق الكرتون وأسرار مصنعهما الجديد والذي تتجاوز استثماراته المليار جنيه، وينتج الورق الدوبلكس كوتد الأبيض جرامات خفيفة لأول مرة في مصر. لسه مع حضراتكم في معرض الورق والكرتون والورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف والطباعة برينت تو باك، وهنكمل لقاءاتنا مع الجدعان في المعرض ومنهم بلا جدال عبدالله رميح والدكتور أسامة النمر. هم بينفذوا مشروع ضخم باستثمارات اقتربت من مليار جنيه، مصنع بلومباك لإنتاج الورق الدوبلكس الأبيض الكوتد جرامات خفيفة المخصص للصناعات الغذائية والدوائية وغيرها، ودي فرحة كبيرة فعلا لأن مصر بتستورد النوع ده من الورق بحوالي 2 مليار دولار سنويا. تخيلوا، المصنع على مساحة 33 ألف متر في منطقة إنشاص بجمعية المهندسين العرب، وبالمناسبة عبدالله رميح وشريكه الدكتور أسامة النمر هو طبيب بشري تفرغ للصناعة، طول عمرهم شغالين في الدعاية والإعلان والطباعة، وبعدها اتنقلوا لصناعة الورق والكرتون. وبالمناسبة استثمارات المصنع منها 350 مليون جنيه مساندة من البنك الأهلي المصري من خلال مبادرة البنك المركزي. وخلي بال حضراتكم، مفيش ولا مصنع للورق الدوبلكس الأبيض الكوتد جرامات خفيفة في أفريقيا بجودة وفكرة مصنع عبدالله رميح والدكتور أسامة النمر، يعني فرص الاستثمار ده مرعبة في النمو. عبدالله رميح، اتقابلنا قبل كده واتكلمنا عن صناعة الورق. حضرتك النهاردة بتأسس في إنشاص واحد من أكبر مصانع الورق الجراماته خفيفة الأبيض، صح كده؟ تمام. الورق ده ما صنعش قبل كده في مصر، طريقة تصنيعه هندخل فيها خامات مصرية لأول مرة في العالم. تمام. اللي عجبني قوي إن حضرتك كمان مدخل أكبر شركات استشارية في العالم لأول مرة تدخل مصر. بالظبط. عشان تبقى استشاري للمشروع. تمام. فكرنا بالمشروع، فكرنا دخلت بهذه الاستثمارات إزاي، فكرنا من هو عبدالله رميح. وكانت الفكرة إزاي إن إحنا نعمل حاجة مختلفة عن السوق المحلي واللي بتعمل فيه. كلنا بنشتغل انت عارف في لو بروجكت نفع او صناعه يعني عالي كل الناس بتعمل نفس النوع ده، فكان الفكره والتحدي ازاي تعمل حاجه جديده مختلفه شويه وفيها قيمه مضافه اللي هي احلال الواردات او تصدير، وده بالفعل اللي احنا سعينا ليه بمساعده البنك الاهلي ان احنا دخلنا نعمل مصنع دوبلكس معتمد 100% على احلال البديل للوايت فايبرز للكالسيوم كربونيت. ازاي ياخد كالسيوم كربونيت محل الصنع؟ كالسيوم المصري بالظبط، المصري اللي هو الطوب البلوك الابيض ده اللي احنا بنبني بيه للاسف اللي هو بتاع المنيا، تدخله في صناعه زي دي. بالظبط بالظبط. ازاي ياخد ده يبقى بديل للوايت فايبرز اللي هو الدشت الابيض او البلب اللي هو جاي من الخشب الطبيعي، واستثمارات عاليه جدا لان هو كله معتمد على عمله صعبه. فكان ازاي ان انت توصل للتكنولوجي دي وازاي تعملها بكواليتي عالي. هنا في مصر ناس كتير شغاله وبتعمل شغل كويس، بس الفكره كلها ان انت ازاي تدخل في اكبر شركه في الصين معها اكبر شركه عالميه زي فالمت. هو ده التحدي، ازاي تقنع الاوروبيين ازاي ان المشروع بالحجم ده هيتعمل هنا في مصر. شركه فالمت دي من فنلندا صح كده برضو؟ فالمت شركه مكن في فنلندا، مكن بتصنع المكن وداخله كونسلتيشن استشاري المشروع معانا ومشرفة على المشروع، وهتدخل بس وردت مكن برضو مش وردت الشاي. طبعا طبعا. اهم جزء في المكنه اللي هو الكيرتن كوتر ده، واغلى جزء في الخط الانتاج كله جاي من فالمت. وداخل معانا شركه اوميا اللي هي سويسلاند السويسريه، دي شغاله في الكيميكالز، دي اكبر شركه في العالم في الكيميكالز. وعملنا اختبارات وعملنا بايلوت تريلز في شركه اوميا في سويسرا، وطالعين برضو يعني اخر شهر 10 فنلندا هنعمل بايلوت تريل في شركه فالمت
على الورق المحلي هنا في مصر. الاختبارات اللي عملناها تمام. في الشركات العالميه دي قالت ايه؟ هو للاسف ان احنا كان عندنا هنا ديفوهات في الورق المحلي اللي هو البيس بيبر اللي احنا نستخدمه اساسا كورقه اساسيه اللي احنا هنكسي عليها. كان الفكره كلها ازاي ان انت تشوف العالم ازاي يعني تفادى الديفوهات دي وصلح وعملوا اجزاء متقدمه جدا زي حاجه اسمها الكيرتن كوتر، ده وحدات اتضافت في المكن عشان يعالج المشاكل بتاعه البيس بيبر. وهو ده بالفعل احنا خلي بالك هنا في مشكله ان احنا الورق المستورد اصبح قليل بسبب ارتفاع العمله، فاصبح الدشت اللي موجود في مصر دشت معاد تدويره اكتر من مره. ازاي تاخد الوست دوت وتعليه وتضيف له كيميكالز وتوصل للميكانيكال بروسيس والمواصفات بتاعته للكواليتي الاوروبي، ده برضه امر مش سهل. امر كان محتاج حاجتين، مكنه باستثمار عالي جدا وكيميكالز وتعاقد مع شركه عالميه ازاي تدير المشروع ده. حجم استثمار مصنع حضرتك في انشاسه قد ايه النهارده؟ يعني تجاوز المليار. تجاوز المليار. مبادره البنك المركزي من خلال البنك الاهلي امنوا بفكر حضرتك، ده كلامهم هم في البنك الاهلي المصري امنوا بفكرك وساعدوك من اول لحظه، صح كده؟ ده كان حاجه تحسب ليهم، يعني الناس ازاي تدخل في مشروع جديد وملوش انشطه مصر، كانت زي ما احنا اشرنا قبل كده ده كان مجازفه واحنا تحملنا المسؤوليه. وكان ساعتها الاختيار لا، البنك الاهلي كان عايز يوصل لكواليتي عالي جدا، ازاي نوصل لورقه فعلا بديل المستورد. احنا كان الفكره كلها ان لما تعاوننا مع اوروبا ازاي نوصل لمنتج ينفع فعلا يدخل اوروبا. هم يعتمدوا، هم عايزين بالظبط، هو ده الفكره. هم الناس مش بتبص لنا على ان انت رايح تعمل منتج للسوق المحلي قد ما هو بيتكلم معاك ازاي يعمل منتج يتصدر ويتقبل بيه اوروبا. عشان كده كان في الاضافات اللي زي ما قلنا ان احنا البنك الاهلي ساعدنا فيها، ازاي هنضيف الاضافات ديت، ازاي هنعلم مستوى الجوده. النهارده فعلا انت ممكن توصل لانك تقدر تصدر معظم الانتاج بتاعك. لو والحته الثانيه هنا كنا بنستورده بكام طن الورق ده؟ حوالي 30,000 جنيه. طب معلش اسالك سؤال، لان انا انت عارف انا بعزك جدا ومتابع مشروعك عن قرب، يعني عايز اعرف هتنافس ازاي في السوق المحلي وانت نازل لك واحد برضه ورقه بيضاء بس ممكن تكون مش جودتها عاليه قوي وب 22 23 24. انا اساسا مصنع حاليا، احنا دلوقتي مصنع كرتون اوفست وفليكسو طبعا، احنا وعندنا عملاء كبيره جدا في المجال. هل انا دلوقتي كمصنع كرتون ينفع ان انا مصنع الاوفست بتاعي اخد الورقه المحلي دي واشغلها عندي بديل للمستورد؟ تنفع في بعض العملاء بنسبه 20%، 80% بضطر اجيب الورقه المستورد في مصنعي الحالي اللي هو اوريدي شغال حاليا. ليه؟ لان هي فعلا مفيش بديل عن اللمعه والوايتنس والبرايتنس، يعني السوق موجود. طبعا والزبون بتاع الورق الجوده العاليه موجود في مصر بالظبط جدا، وهيفضل موجود طبعا. حتى دخول المنتج المحلي اللي بينتج حاليا سد فجوه على فكره وحل مشكله كبيره بس للعميل الشعبي، انما خلينا نتكلم على العميل الكواليتي العالي مش قادر ان هو يوصل يقبل الجوده دي. طاقتك التصنيعيه هتغطي احتياجاتك انت شخصيا ولا هتضطر تستورد برضه؟ لا تغطي وتزيد. انا عندي طاقه المصنع الجديد حوالي 10,000 طن شهري النهارده لو انا مصنعي. لا طبعا اكبر بكتير من انتاج مصنعي. يعني هتساهم بقوه في سد احتياجات السوق المحلي والتصدير وتغطي احتياجاتك بالكامل صح كده، وتوفر للمصانع بسعر بالجنيه المصري. بالجنيه المصري، ودي وهو ده هي دي الميزه، انك تقدر فعلا تبيع بالجنيه المصري منتج محلي بديل للمستورد 100% او تقدر تصدره بالدولار والعمله صعبه. انت هتصدر شويه؟ صدر عشان شويه عشان نجيب خاماتنا. بالظبط هو ده فعلا، والباقي ينزل سوق محلي. بالظبط. خلي بال حضراتكم استثمارات عبد الله رميح والدكتور اسامه النمر بدات ب 500 جنيه وكانت مكتب للدعايه والاعلان. دلوقتي هنقابل الدكتور اسامه النمر شريك عبد الله رميح، وبالمناسبه هو اللي قاد المفاوضات مع الشركات العالميه لتوفير خطوط الانتاج والعمل كاستشاريين للمشروع واختبار الورق اللي انتجوه زي فالمت الفنلنديه العالميه اللي جابوا منها المكن، وأمية السويسريه المتخصصه في الكيماويات واللي اجرت اختبارات دقيقه جدا على الورق اللي بينتجوه، وشهادتها هتكون جواز مرور انتاجهم لاوروبا. تعالوا نقابله. دكتور اسامه النمر طبيب الاشعه اللي غير المسار تماما. حضرتك بدات مع عبد الله رميح في مكتب للاعلانات، وبعد كده عملته مطبعه في عين شمس، بعد كده مصنع للكرتون، والنهارده بتنتجوا ورق مصر محتاجاه بشده. قواعد الشراكه دكتور اللي تم بينك وبين عبد الله رميح عملتوها ازاي؟ في الاساس هي صداقه قبل ما تكون شراكه، يعني هو كان زميل دراسه ورجعنا اجتمعنا تاني في وسط الدراسه شويه في المكتب بتاع الطباعه، مكتب بتاع الدعايه والاعلان، ومن هنا بدات الموضوع يمشي ستيب باي ستيب ان احنا وصلنا لموضوع تصنيع الورق. ما قلقناش؟ انتاجنا هيبقى كبير؟ لا خالص، استثمارات ضخمه جدا. لا فجوه سوقيه 100%، يعني انت بتتكلم في فجوه سوق 100%. انت بتعمل احلال واردات، الدوله بتدعمك،
النهاردة الدولة بتقولك أي حد هينتج حاجة إحنا بنستوردها إحنا في ظهره بنسبة 100% وفجوة سوقية 100%. وحتى المحاولات من شركتين أو ثلاثة في مصر في إنتاج منتج قريب من اللي إحنا رايحينه، محاولات كلها محاولات محترمة بس مش في الإطار اللي إحنا بنتكلم على استبدال تام للمنتج الأجنبي بمنتج محلي مصري. ودي البداية، خلي بالك. الصناعة يعني دي قررتوا تدخلوها ازاي؟ امتى كان القرار؟ وليه الورقة ده تحديدا؟ لان احنا اساسنا اصلا جزء من الباكجينج اسمه باكجينج اوفست باكجينج، وجزء من الاوفست باكجينج هو التست لاينر الوايت توب كوتد، ده جزء منه، واحنا مصنعنا اصلا بيستهلك منه جزء كبير جدا من هذا المحتوى. واحنا مصنع من ضمن يعني مئات المصانع اللي في مصر اللي عندها شح لهذا الجانب من الورق اللي بيجي كله من اوروبا. فانت متخيل، اعتقد في اخر دراسه احنا شفناها مصر بتستورد من الورق فوق 3-5 مليار دولار في السنه، وجزء الورق اللي احنا مستهدفين نصنعه واخد شريحه لا تقل من 30-40% من هذا الورق المستورد. فانت بتدخل بتعمل نقلة نوعية لصناعة الورق في مصر من الورق التست لاينر العادي للتست لاينر الكوتد العالي الجودة، زي ما انت بتاخد رو ماتيريال رخيص تنقله بدل ما بتبيعه مثلا من 150 دولار تبيعه ل 600-700 دولار. فدي نقلة نوعية بمية في المية منتج مصري، او خلينا نقول بالظبط من 80-90% منتج مصري و10% منتج مستورد. انت هتنتجوا 120 الف طن، ده نسبه اكتفاء ذات المصري قد ايه؟ اعتقد ان ده يمثل مثلا من 20-30%، يعني محتاجين كمان مثلا 4-5 مصانع زي اكتر من كده كمان، ولا هنوسع طاقات؟ والله احنا لسه مرحله اولى، لسه دي البدايه. طبعا البدايه دي ان شاء الله هنستهدف ان احنا الفتره الجايه ان احنا نزود البدايه دي. في انتظاركم يعني، يا رب دايما يقلب بين قلبكم انتوا الاثنين ويقف في ظهركم، لان انتوا عاملين حاجه حلوه جدا للبلد، ومحتاجين الناس تبص على النموذج بتاعكم وتساندكم. يعني عندنا نموذج، عايزين 2 و3 منه عشان نقدر نحقق اكتفاء ذاتي من هذا النوع من الورق اللي السوق كله محتاجه. ان شاء الله نكون احنا الستون الاولى في مصر لهذه النقله النوعيه في صناعه الورق، من الورق اللي ثمنه رخيص للورق اللي ثمنه غالي، ونكون احنا اول من هو عمل استبدال فعلا لواردات مصر من هذه الورق ومن هذه صناعه الورق. صناعه الورق والكرتون مهوله في مصر، ولسه فيها فرص كبيره وبتتطور بشكل كبير جدا لتحقيق خطه احلال المنتج المحلي كبديل للمستورد، ولكن لازم نساعدهم في الحصول على خطوط الانتاج والخامات. مفيش منتج في مصر والعالم إلا لما بيحتاج الكرتون، وعندنا فرص كبيرة لتصدير إنتاجنا من الورق والكرتون لمختلف أسواق العالم. تشاهدون في حلقة الجمعة. فريق الجدعان يلتقي السيدة سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، والتي تكشف ضوابط جائزة الابتكار الصناعي للعام 2023 ونتائج برنامج ازدهار 1 وازدهار 2 الذي شاركت بهما نحو 26 شركة مصرية بهدف تطوير منتجاتها ومساعدتها في تصديرها للخارج. فريق الجدعان يلتقي المهندس الكيميائي محمد جمال السعودي الرئيس التنفيذي لمصانع السعودي للورق، وتتضمن 4 خطوط إنتاجية لتدوير الكرتون والورق وتحويلها إلى ورق الفلوت والتست لاينر والوايت توب بطاقة 145 ألف طن سنوياً. فريق الجدعان يلتقي أحمد العربي مؤسس مصنع العربي باك لإنتاج العبوات البلاستيكية، حيث يمتلك ماكينة ثيرموفورمينج واحدة ويصنع بها 14 منتج من البلاستيك لتعبئة المواد الغذائية. فريق الجدعان يلتقي أحمد العدوي العضو المنتدب لشركة العدوي باك لمنتجات التعبئة والتغليف، والذي يصمم وينفذ أشهر عبوات ورق الفليكس الفاخر للمواد الغذائية لكبرى الشركات في مصر والوطن العربي.
فريق الجدعان يرصد نجاح آل العياط في تصميم وتصنيع نحو 300 منتج من الهدايا القيمة للشركات والمؤسسات والبنوك وتسويقها في الإمارات والسعودية ومصر وعمان على مدى 20 عاماً.